هي نرهان نجم الشركه دي. ازيك يا نرهان؟ الحمد لله. انا هقول لك ميرا، انا قاعده اقول لك ميرا، هقول لك ميرا حبيبتي اللي انت عايزاه. وعايزه اقول لك ان يعني كلمه نجمه دي كبيره قوي عليا، انا لسه مش نجمه خالص. لا انا شايفاكي بجد نجمه في يعني كل حاجه، غنى، تمثيل، تقديم، كل بجد حاجه. انت ما شاء الله عليكي كسرتي الدنيا ولسه هتكسري ان شاء الله الدنيا اكتر. لا انا غلبانه حبيبتي، ربنا يخليكي. اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيبه في العيد. طيبه، كل سنه وانت طيبه. ومبسوطه اني معاكي النهارده وكده. ربنا يخليكي. يعني طيب اللحمه الضاني بقى والعيد ما هي دي إيه؟ مشكله بقى بالنسبه في العيد اللحمه الضاني. انا عندي مشكله معاها بسع، انا مش بس ما باكلهاش، انا بقول لك يعني لو حد بيطبخها في العماره اللي جنبينا يغمى عليا. معقولة بجد؟ ريحتها قاتله بالنسبه لي وبتضايق منها. بتعملي ايه في البيت؟ بختفي بقى عيد الاضحى. كل سنه طيبين. شكرا. اخد العيديه وباي باي. يعني بس بظهر وقت صلاه العيد، بعد كده بقى تلاقيني اختفيت عن الحياه. اي حد بيكلمني ما بردش، مختفيه. حتى في ناس كتير في عيلتي بيزعلوا مني ان الناس بتتجمع اول يوم. كل مره ببقى عامل لحمه والسخفان الذبح. انا ده دي حاجه بتزعجني جدا نفسيا ومعنويا، فبختفي في عيد الاضحى. لا بس يا ستي مش معانا، مش مختفيه، انت منوره اهو زي القمر يعني. انت اللي منوره. طيب قولي لي بقى بالنسبه العيديات والحاجات دي بتهتمي بالموضوع ده ولا ما بتهتميش؟ والله يعني جه الوقت بقى ان انا اقول ان اهلي بطلوا يدوني عليا وبيدوا لي اختي الصغيره. لا يعني دلوقتي جايز انا بقيت بدي عاديات يعني خلاص بقى توليت يعني ان انا دلوقتي اخد عاديات. انا نفسي والله نفسي. احنا كلنا نفسينا بصراحه ناخد عاديات يعني. هتحصل ان شاء الله. خلاص ما بقتش بركز في الموضوع ده خالص يعني. طيب مريم طبعا كل سنه وانت طيبه. فهنسيب موضوع العيد بقى وهنرجع يعني. تحبي نبتدي من اخر حاجه وصلت لها ولا نبتدي من الاول خالص؟ والله لو عايزه نبتدي من الاول يعني بشكل سريع. يعني انت مرهان قدمت في ستار اكاديمي وكنت حد متميز جدا. ربنا بجد يعني مش رايي، راي الناس كلها ان مرهان حد متميز جدا. ربنا واحكي لنا كانت تجربتك كانت ستار اكاديمي دي بجد فادتك ولا قلت يا ريتني ما رحتش؟ لا هي فادتني جدا يعني فوق ما اقدر اعبر بالكلام. هي كانت نقطه تحول في حياتي، نقطه تحول حقيقيه. انا كنت بنت عاديه جدا ماليش اي علاقه بالفن، ما عنديش حتى مساعي في الفن عشان ادخل الفن. اول احتكاك ليا بالوسط كان من خلال ستار اكاديمي، وده كان هدف في دماغي وحققته الحمد لله. يعني انا كنت عايزه ادخل الفن بس ما كنتش عايزه ادخل عن طريق الاعلانات ولا الفيديو كليبس او اني ابقى موديل. مع احترامي لكل المودلز اللي بيعملوا اعلانات، هي حاجه جميله بس انا ما كنتش حابه. كنت عايزه ادخل يعني عن طريق ستار اكاديمي. كنت بتابعه كل السيزونز اللي فاتت بس كنت بدرس كنت مشغوله. فاول ما خلصت دراستي قدمت والحمد لله اتقبلت، ودي حاجه ما كنتش متوقعاها ابدا لان البرنامج ده معروف انه اكبر برنامج اكتشاف مواهب في الشرق الاوسط يعني. فما توقعتش اني اتقبل. قدمت فيه واتفاجئت ان انا اتقبلت الحمد لله. دخلت وما توقعتش ان انا اكمل. تخيلت ان انا همشي من بدري والحمد لله كملت لحد يعني تقريبا السيمي فاينلز. ما كسبتش بس مش دي خالص، ما كانتش مشكله بالنسبه لي لاني استفدت من البرنامج قوي قوي قوي. كفايه انه اداني جمهور، اداني ناس بتحبني. طب وانا عايزه استغل فرصه اني معاكي النهارده لان الناس دي انا بحب اشكرها في كل مناسبه وفي كل مكان بجد. انا خرجت من البرنامج عندي معجبين وعندي جمهور. انا مش بسميهم معجبين، بسميهم يعني صحابي. وكان ليكي، لا انا بجد كان ليكي معجبين كتير جدا ومعجبات يعني اولاد وبنات. صعب بنات اكتر على فكره. صعب تلاقي بنت تحب بنت تانية زي ما بنقول بتنفسن عليها. لكن بجد كان ليكي معجبات كتير جدا الحمد لله. يعني الحمد لله وحققتي نجاح كبير واشتغلتي في عمر وسلمى مع النجم تامر حسني طبعا اللي بنجيله تحيه من خلال لايف ستايل. وانا كمان بوجه له تحيه كبيره جدا. تامر من الاشخاص المهمين جدا في حياتي كصديق، وباخد منه نصيحه في حاجات كتير قوي ساعدني جدا جدا في الفن. ويعني دي كانت تعتبر ثالث مرحله لاني بعد ستار اكاديمي عملت اغنيه اغنيه سايبها له. هي جامده جدا الاغنيه دي، عجبتني جامده جدا يعني. لسه بقول لك انت ان شاء الله يعني لازم تصوريها هتكسر الدنيا ان شاء الله. ربنا يخليكي. الاغنيه كلمات محمد عاطف والحان رامي جمال. عملت الاوديو بس لسه ما اتصورتش، لان حضرت الاغنيه في نفس التوقيت تقريبا اللي بدات اعمل فيه الفيلم. يعني كنت بدات فيها ودخلت في الفيلم. فكانت ثالث مرحله فنيه بس كمحترفه في حياتي هو كان عمر وسلمى طبعا. يعني كان وش الخير عليا واول خطوه احطها برجلي على فيلم. انا عايزه اقول لك بجد حاجه، تامر حسني بجد بيبقى دايما هو وش الخير على اي حد بيشتغل معاه يعني بجد. فدي بتبقى حاجه حلوه ومتهيألي يعني متهيألي دي حاجه حلوه ان انت برضه تامر نجم طبعا واللي بيشتغل معاه نجم فوق العاده مش نجم عادي يعني. تامر عمل حاله في الفن
بدأ يبقى ظاهرة، مش زيه زي بقية النجوم. يعني انا شايفة ان كلمة نجم قليلة عليه. فتامر حد ساعدني كتير جدا ولسه بيساعدني، حتى عمره ما بيبخل عليا بنصيحة، بيساعدني كتير. وانا زي ما قلت ان انا يعني اعتبر جديدة في الوسط، لاني ما كنتش قبل كده في الوسط، فدايما بلجأ له في استشارات في نصائح، هو بيساعدني كتير. وبس دي كانت اخر. بعدها انا كمان اشتغلت مذيعة يعني. ده حقيقي، ما انا لسه كنت بقول يعني 7 سنوات بس الضغط مش ضايع خالص بجد ما شاء الله الحمد لله. طيب الجديد عند الاثنين ايه؟ بصي هو انا يعني بعد ما انا غنيت ومثلت واشتغلت مذيعه، والحقيقه ان انا طماعه شويه وحبيت ال3 حاجات يعني، فانا شايفه ان انا لسه في مرحله الانتشار في حياتي، وبحاول اعمل اي عمل يضيف لي سواء كان في التقديم او في الغنى او في التمثيل. فانا حابه قوي قوي التمثيل، يعني اكتر حاجه مستهواني في ال3 حاجات دول، لكن كل حاجه هتضيف لمرهان هعملها ان شاء الله. مرهان بجد انا مبسوطه جدا جدا ان انت كنت معانا، وزي ما انت قلتي اشتغلتي مغنيه ممثله مذيعه. انا هسيبك تختمي لنا الفقره دي مع مشاهدين لايف ستايل. طب انا هستاذنك بس عايزه اقول حاجه لمصر، ان بجد يعني بقول كل سنه وانتم طيبين لكل الشعب المصري وكل الشعب العربي اكيد. وعايزه اقول ان مصر اي حاجه اتعرضنا لها في الفتره الاخيره ده عشان مصر كده عامله زي البنت الحلوه الذكيه الناجحه اللي كل اللي حواليها بيديروا جمالها وذكائها ونجاحها. يعني قال لك اللي زنا زنا مصر كانت الارض حلاوه، عشان كده مصر حلوه الحلوين. ده حقيقي، عشان كده الكل بيدير منها. كل سنه وانتم طيبين، وعايزاني انا اللي اختم. دلوقتي بقى يعني بصي احنا مش هنختم، احنا لسه عندنا فقرات تانية كتير. اختم فقرة نختم بقى الفقره دي خلاص. هقول لكم مشاهدينا خليكم معانا، احنا مبسوطين قوي بيكم، وانا شخصيا مبسوطه جدا جدا اني معاكم النهارده، وهسيبكم مع الجميله نرمين ومع ضيوف كتير اجمل واجمل. استنونا بعد الفقره.